الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاوزين نتكلم في دخول المدارس في هذه الأيام عن ليه الطفل بيعترض على الذهاب المدرسة. أول حاجة لازم نهتم بيها، أول نقطة حاجة اسمها الاستقلالية أو الأوتونومي. أوتونومي يعني إن أنت بتربي الطفل على إن هو أو تعمل له ريبيتيشن أو تعمل له تأهيل نفسي إن هو يبدأ يستقل من نفسه وينفصل عن الأب والأم، ينفصل عن حضن أمه ويبدأ يذهب للمدرسة ويستقل. وتبقى فترة انتقالية جديدة لازم الطفل يبقى عنده استعداد نفسي إن هو يتنقل من مرحلة لمرحلة. بعد كده بنشوف الطفل لو بدأ يصرخ، لو بدأ يعيط، لو بدأ يعمل اعتراض، لازم نعالج هذا الاعتراض بأسلوب أمثل. فبنشوف الطفل ليه بيعمل خوف من المدرسة، وليه بيعمل سكول ريفيوزل أو سكول وذدرول، وما نخافش من الموضوع ده لأن هو نسبة بسيطة جدا من 2 لـ 4% من الأطفال. نبدأ بنشوف الفئات اللي هي بتمتنع عن الذهاب المدرسة، كلها 3 فئات، يا إما فئة فائقة واضطراب نفسي، يا إما في طفل متمرد، يا إما في طفل بمزيج من النوعين اللي هو القلق مع التمرد. بعد كده بنشوف الأسباب. الأسباب هي بتتعلق بكل ما يتعلق بالطفل من مدرسة، من الأبوين، ومن الأسباب تتعلق بالطفل نفسه، وفي أسباب تتعلق بكل أي حاجة بيحتك بها الطفل. الطفل عبارة عن شيء حساس جدا، لازم نرعاه عشان يدينا الشخصيات العظيمة اللي هي بتتربى وبتبقى قائد عظيم ويبقى حاجة كويسة. احنا بنشوف باختصار اللي هما حاجة بتتعلق بالطفل اللي هو السوشيال فوبيا، بعد كده عنده خوف، عنده وسواس تهريب، عنده نوبة ذوق، عنده قلق شديد، عنده اضطرابات، عدم تأقلم بعد الأجازة الطويلة أو المرض أو تغيير المدرسة، عنده رهبة من المجتمع، عنده رهبة من الاختبارات والامتحانات، فرط الحركة وتشتت الانتباه، الاكتئاب والكآبة واضطراب المزاج، اضطرابات اللغة، التأتأة، اسبرجر، عسر القراءة، الديسلكسيا، طيف التوحد. في أسباب تتعلق بالعائلة، أحدهما أو كليهما مرض شديد، مشاكل عائلية، انفصال الوالدين، الطلاق، العنف المنزلي، الإساءة الجسدية العاطفية للطفل، الإخوة، الغيرة، أولاد الطفل الجديد، الإساءة الجسدية والعاطفية للطفل. أسباب تتعلق بالمدرسة، المعلمين، مدرس عمال يشخط ويخوف الأطفال بالعصاية، ومتعقد في بيته وجاي يفضي هموم جاي يفضي هموم على الأطفال، لازم الطفل يتضايق. لازم نعمل جود كوميونيكيشن عشان الطفل يحبه، ويا ريت ان الاطفال يتعودوا ان هم يحسوا ان المدرس ده مش جاي يرهبهم، ده جاي يحببهم ويرغبهم ويتعرف عليهم ويحببهم في نفسه ويعتبر اب تاني او اب اولاني. بقى في بعض الاسباب تتعلق بالمدرسه او الاشاعات السلبيه، الخوف من انفلونزا الخنازير، انفلونزا كيور، الحاجات اللي هي الكوارث البيئيه. في بعض الاسباب اللي هي قلق الانفصال، السبريشن انكزايتي، هو ذهاب الطفل المدرسه يسبب تعلقه بوالديه بالمنزل، يعتبر ده تعبير عن ان هو متضايق ان هو ازاي بيسيب الام ويسيب عيلته. في حاجات بقى تتعلق بالاذى احد ابوين. المهم في خوف اجتماعي، السوشيال فوبيا، دي بتخاف من المراهقين اللي هم عاوزين ما يختلطوش بالجنس الاخر، وعندهم قلق وعندهم عدم قدرة على اكتساب أصدقاء مقربين يكتبون الطفل في المدرسة. في adjustment disorder، اضطرابات عدم التكيف مع الوضع الجديد، لا خايف ان هو يروح المدرسة،
حدش يسأل فيه، ما حدش يسأل فيه ولا حد يعبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.